لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن، يعني حري أن يستجاب لكم، لكن بدعاء سليم من الأخطاء. وأيضا لا نرتب عليه أمورا من تلقاء أنفسنا، ولا نحث الناس عليه باعتبار أنه جرب كحال من يأتي بالأدعية المجربة، فليتنبه لهذا الأمر. ولذلك نسبوا إلى ابن تيمية رحمه الله بعض الأدعية، وقد تحدثت عنها في مقطع في اليوتيوب، من أن بعض تلامذته نقل عنه أنه كان يستمر على هذا الدعاء، أو أنه كان يحرص على هذا الدعاء، لا يدل على أنه حث الناس على هذا الأمر. ثم إن هذا الطالب هل كان معه باستمرار حتى يعرف أنه لازمه؟ بدليل ماذا؟ نحن لا نتحدث من فراغ، بدليل أنه ذكر رحمه الله في مجموع الفتاوى من أن أصحاب الأدعية المجربة حكم عليهم بأنهم ظلمة، وأنهم جهال، وأنهم معتدون، وأنهم اعتدوا على شرع الله عز وجل، فقال: فلا يجوز لأحد أن يأتي بدعاء أو بذكر أو بعبادة ثم يقول للناس افعلوا هذا الشيء فإنه مجرب وأنه نفع لكذا ولكذا. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، وحكم عليهم بهذه الأحكام، وهذا موجود فليتنبه. ولذلك بعضهم يأخذ بعض كلام هؤلاء الأئمة ويبني عليه ما يريد من باب أنه يروج له ما يريد.